صباح الخير عليكم اخوتي الاعزاء، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الزبده وصباح الكوفيتير. تصبحوا تربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم الناس اللي عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ثم اللايكات ثم اللايكات، ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى جدر خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء، والله يعطيكم من ويتو في خاطركم، والله يبعد علينا وعليكم مولاد الحرام وشر الخلق والمنافقين والكذابه، الكذابه والمنافقين الله يبعدهم علينا وعليكم اخوتي الاعزاء. وما تنساوش الدعوه مع الوليدات اللي عندهم الجهوي، الله يسر لهم يا ربي، الله يفرحهم ويفرح وليداتهم، والله ينجحهم يا ربي يا ربي الحبيب يا ربي في هذا النهار. كما عرفت اخوتي اليوم كاينه جلسه اتجار في البشر، كاين شي كواليس اللي ما عجبتنيش. انا غنقول لكم شنو كاين اخوتي باش ما تسمعوش شي حبار منهم ولا منهم وتجي تقول يا ياسين ما قلتيش، انا سمعت هادشي حتى البارح في الليل، شكون معكم صريح. كاين اليوم هاد الجلسه ديال اتجار في البشر اللي كنا كنتسناوها من شحال هادي لمتابعين لاصحاب قنوات. كنا كنقول الله يهدي سعاد انها تاخذ حقها، الله يهدي سعاد انها تستمر حتى تاخذ حقها، وهادشي اللي بغينا، بغا تاخذ حقها بالقانون. هادشي اللي كاين اخوتي الاعزاء، هاد الجلسه ديال اتجار في البشر اللي صف شهر اللي بزاف ديال الناس كانوا كيتسناوها، انا واحد منهم ما نكذبش عليكم. ولكن اخوتي اش غادي نقول لكم، البارح سمعت شي كواليس في الليل اللي الصراحه هي سمعتها البارح في الليل ما نكذبش عليكم، وهاد الكواليس بغيت نتاكد منها، هي ماشي متاكد منها لكن اليوم غنتاكدوا منها اخوتي الاعزاء. اشنا هي الكواليس؟ الكواليس ديال الصلح، الكواليس ديال الصلح ما بين السارعه وسعاد. كما عرفت سعاد كانت خرجت ديك المره كانت قالت لنا التنازل والصلح وهذه وانا عييت مبغيتش غنكمل. من بعد كانت خرجت وقالت لنا انا كنعتذر منكم لاصحاب القنوات ولا متابعين ديالي، انا غنكمل وانا بغيت حقي، وهذا التنازل راه ما بقاش وما غاديش يكون، وبيناتنا بيناتنا القضاء كتقول على السريعه، بيناتنا القانون هو اللي غياخذ لي حقي. وخرجت لكم شو سعاد كيفاش خرجت ديك المره، ديك خرجت واعتذرت. بزاف ديال الناس جاو قال لك صافي رجعوا مع سعاد، سعاد باغا تاخذ حقها، سعاد هادي، سعاد غاهبيله، سعاد غنيه، سعاد هادي. قلنا ماشي مشكله اخوتي، البارح انا وصلتني واحد الكواليس ان كاين الصلح، كاين الصلح ما بين السريعه وسعاد، ولكن هذا الخبر انا ماكدتش منه 100% باش نقول لكم اخوتي ها شنو كاين شنو كاين. انا الكواليس كما جاتني كما قلتها لكم ان كاين شي صلح ماشي صلح، واش كاين غيكون شي تنازل ولا ما يكونش، الله اعلم. كل شيء غادي يبان اليوم، اليوم غادي نعرفوا الحقيقه. انا اللي بغيت نقول ان الا كان شي صلح الله يسهل عليهم، كان شي تنازل الله يسهل عليهم، غير لا لاستحمار المتابعين ولا لاستحمار اصحاب القنوات. اما الاخر شي الا كان غادي يكون شي تنازل اليوم ولا شي صلح الله يسر ليهم الشغل، ما داك قسم حنا ما غاديونا في والو، غير يا بنادم ما يضحكش علينا وبنادم ما يكذبش علينا. حيت البارح واحد الخرجه ديال سعاد اللي كانت خرجت البارح كتشكر كذلك، عاودت اعتذرت من المتابعين وشكرات اصحاب القنوات كلهم الاسم ديالهم، انا واحد منهم، شكرات كلشي. المهم متابعين سمحوا لي انا كنبقى ام، انا كنبقى هادي واحد لايف، يعني هذاك لايف جاني في شكل مهم، جاني في شويه في شكل، ولكن كتقول البقه وداكشي. خرجوا اصحاب القنوات اللي مع السريعه البارح، خرجوا كيقولوا على انهم حتى هما توصلوا باخبار ان كاين الصلح وان كاين التنازل، وخرجوا زعما هما الا كان وصل شي خبر راه غادي يكون صالح مع السريعه اكيد. مي السريعه تقول لهم وقولوا ما تقولوش راه انا ولا هذه باش يخرجوهم الخبر، الله اعلم. قال لك اخوتي ما بغاوش يخرجوا هذا الخبر ديال الصلح وهادشي ديال التنازل باش حقه يكمل، باش هادشي يكمل. حد ديك المره خرج ليهم حقه وهضروا القنوات والمتابعين وما كملش لهم داك الصلح، هذه قال لك بغاو يخليوها مستوره، الله اعلم. لحد الان انا كنقول لكم اخوتي هاد الخبر ما غادي ناكدوا لكم، ما غادي نفيه، كلشي غادي يبان، كلشي غادي يبان اليوم. اليوم حنا غنشوفوا، اليوم كاينه الجلسه حنا غادي نشوفوا واش غادي يكون التنازل ولا ما غاديش يكون، واش كاين الصلح ولا ما كاينش. غير بنادم كما قلت لكم ما يضحكش علينا، لان حتى المتابع شك. البارح كانت الخرجه ديال الاخت حنان بانوراما، واش شاكه في شي حاجه ولا سمعت شي اخبار، الله اعلم. قالت ان ديروا هذه القضيه ديال المسلسل ديال بوكريشا بحال شي مسلسل كنتم متبعينه وساله، لان ما كاينش الثقه. فعلا انا متفق معها، لان الثقه حنا عارفين سعاد والتقلبات ديالها، مره هكا مره بيضاء مره كحله، مره بيضاء مره كحله، باغا حقي ما باغاش حقي. كذلك شافوا شي فيديو ديال الاخ يوسف الزروالي انه ضامن مع السريعه او الهضر على السريعه زوين، انا ما سمعتش داك الفيديو ديالو وما سمعتش اللايف ديالو. الشغل هذاك هو حر في راسه، باش ما نكذبش عليكم كل قناه حره في راسها، غير انا اللي كيهمني انا هو سعاد،
انا القنوات اللي مع اللي كيدافعوا لي دماع ولي ضد، انا ما بقيت فاهم فيهم حتى شي حاجه، ما نكذبش عليكم. راه ولينا كل مره كنشوفوا قناه هي هكا هي رجعت هكا، راك شو ديامات القنوات راه ترونت هاد الايامات، قناه كانت ضدك ولات معاك، ولا شي واحد كان معاك ولا ضدك، الله يستر. بحال ولا التبادل في هاد القنوات، ما فهمت حتى شي حاجه. المهم الله يستر على شي واحد، الله يستر للجميع اللي بغى يمشي مع شي جهه، الله يسخر ليه. غير كما قلت لكم انا بعدا شخصيا ما غاديش نتقبل هاد التنازل. اذا كان شي تصرف اذا كان فعلا داروه في الكواليس وكذبوا علينا، وهادي راه اقسم بالله العظيم انا داكن باش نكون صارح معكم، ماشي غنطلع نقول لكم انا فرحان لهذا التنازل، انا فرحان لهذا الصلح. الصلح خاصو يكون كما كنقولوا بديتو مع المتابع واحد القضيه من الاول، كملوا معاه مال الاول كما بديتو معاه بالبكا والشكا، ملي كانت كتوقع لكم شي حاجه كتخرجوا كتبكيو وكتجذبوا وكتقولوا بغينا حقنا بغينا حقنا. انا كنضرب صفه عامه دابا، الا كانت شي حاجه كان لكم على الاقل تقولوها للمتابعين ولا تقولوها لاصحاب القنوات، باش حنا بلا ما نبقاو نقولوا للمتابع تسناو راه كاين نهار الصيف الشهر تسناو صافي، نقول لهم اخوتي راه نهايه هذا المسلسل كما كتقولوا نتوما. والبارح الخرجه ديال سعاد صراحه كانت كتلمح، انا ما نكذبش عليكم سعاد كانت كتلمح في اللايف ديالها على التنازل. الخرجه ديال السريعه، والسريعه كتقول لهم غتكون واحد المفاجاه وغتكون واحد القنبله، واش هذه هي القنبله اللي كانت كتكلم عليها السريعه؟ الله اعلم اخوتي. حد ديك المره مار كانوا ندموا، ديك المره كانوا ندموا على ان القضيه ديال الصلح خرجات، خبرتهم هذه القضيه هذيك ان ندموا علاش خرجت ديك القضيه وعلاش القنوات. قال لك حق احنا القنوات حنا اللي خسرنا لهم هذا الصلح، داك التنازل وداك الصلح حنا حق ملي هضرنا وكلاهم هما المتابعين، وحنا المتابعين ديالنا ما عجبهمش الحال، قال لك ما كملش لهم الصلح وقال بغاو يديروا هذا الشيء اخوتي بيناتهم من تحتها. الله اعلم. غير هي غنقول لك سعاد راكوني اكيد هاد الناس راه عمرهم ما غاديين يخليوك في الثقه، وهاد الناس راه عمرهم ما غاديين يبغيو لك الخير، فهمتي؟ لا بنتك ولا السريعه دور، المهم انتقام في انتقام في انتقام. هاد التنازل غتبقى ديري لي التنازل، غديري معاهم داك الالتزام وداك الشيء، ولكن كوني اكيد ملي غادي يخرج بكريشه راه اكيد غادي يخدم بك وغادي يطلع بك الادسنس، واكيد غادي حاجه مفروض منا، الا كنتو غديروا شي اتفاق بيناتكم عاوتاني تطلعوا الادسنس. الله اعلم، لان يا خوتي فهادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي انا مبقيتش كنتيق، فهادشي ديال اليوتيوب هادشي ولا خوتي ما نعرف، الله اعلم. الى كل مره كتخرج لنا مفاجاه، كل مره كثروا علينا بزاف مفاجات هاد الايامات، بزاف خرجات، كل مره غنتصالح ما غنتصالحش، اللي بغى يتصالح شغلو هذاك، اللي ما بغاش يتصالح. بزاف ديال المتابعين كذلك التمسوا القضيه من البارح، من الخرجه ديال اخت حنان البانوراما، ولا نقول نيشان مع الاخت حنان البانوراما والاخ يوسف الزوالي، كيفاش كيتضامن مع السريعه وهو انا ما فهمتش القضيه انا ما فهمتهاش اخوتي، هما اللي خاصهم يشرحوا لكم. سيرتو الزروالي اللي شكرا يشرح لكم علاش، وكل واحد عنده المتابعين ديالو، كل واحد كيعرف كيفاش يقنع المتابعين ديالو. من الاخر انا ما نقدرش، انا ما نقدرش نطلع نشكر السريعه دابا، لا مستحيل مستحيل تشوفوني شنو كنشكر في السريعه. نقدر نقول نقدر نضرب في سعاد بالسريعه مثلا، نقول لها شوفي السريعه كيفاش مجموعه وشوفي السريعه كيفاش دايره وشوفي نقدر ايه، ولكن باش تخرج انا نبقى نقول كلنا حق مظلومه، هذه عمرني ما نقول ان السريعه مظلومه، لان السريعه بالنسبه لي انا مجرمه وتستحق العقاب، وفعلا دارت اجرام بسعاد وادات سعاد بزاف وادتنا حنا كاملين. لجيتو تشوفوا راه السريعه على اداتنا حنا كاملين، تحيه كبيره للاستاذ داودي اللي باغي ياخذ شي ناس اللي كتبغي تاخذ حقها بالقانون، ولا قسم حتى كنحترم داك الاستاذ كبر في عيني انه خدا حقه، خدا حقه كمل الى ما لا نهايه، رغم الاغراءات رغم غنعطيو غنديرو غنفعلو لك. الله اعلم اخوتي هادشي راه ولا في شكل. المهم نتوما بغيت نقول لكم غير كونوا مستعدين، كونوا مستعدين لا تكون شي صدمه، راه وقعنا قادنا صدمات. وهذه شوف قسما بالله شي الا كانت شي حاجه ولا شي خطوه ولا كان شي صلح وما كملش وخرجت العلان، عارف يا سعاد المتابعين راه عمرهم ما غاديين يثيقوا فيك. انا كنقول لك شنو كاين شي كل الا كان شي صلح ومخبينو علينا وما كملش ليكم ولا كمل، كوني اكيد حتى دوك الروتينات اللي كديري ما غيطلعوش لك، ما الناس غيكرهوك، الناس غاديين يكرهوك. علاش؟ كون غير جيتي صريحه وخرجتي وقلتي لي ما عباد الله راني باغي نتنازل، غنقول لك الله يسخر لك، ولكن باش ضربوا الطماطيمو ساكوتي حق حنا ولينا قواسه، حنا كنقوسوا عليكم حنا، ها حنا ولينا قواسه عليك، حنا خريانا ولينا نقوسوا عليكم، لا حق يقوسوا علينا ما يخرجش هذا الصبح يكمل. والسريعه البارح خارجه مرتاح، انا كنشوف السريعه عندها جلسه ديال التجاره في البشر، البارح خارجه مرتاح البارح في واحد الفيديو السريعه كتضرب عليهم العكر، عليها السريعه ما كتجي لا في شكايات لا والو، قالت السيده. والمهم اخوتي قال لك قد ما طال الليل لا بد ما يطلع النهار، وتبع الكذاب حتى لباب الدار. حنا غادنا اخوتي معاهم، حنا غادي بنيتنا واللي غدرنا يا ربي تخرج فيه العلامه. من الاخر
شي اللي غدرنا اللي غدرنا واللي كذب علينا ولا اللي يا ربي يا ربي فهاد الصباح اللي غدرنا ولا اللي كذب علينا تبين فيه العلامه. انا ما كنبغيش الكذوب، انا ما كنبغيش الاستحمار، ما كنبغيش انا الواحد سيرتو الغدر. واحد انسان بغيتي وحبيتي ودافعتي عليه وفي الاخر تسوم منه شي حاجه، ولحد الان انا كنقول لكم الخبر ما متاكدش منه. الا ما كان احنا مع سعاد وانا مع سعاد قلبا وقالبا، انا كنقول لكم غير الاخبار اللي توصلت بها، احتمال تكون صحيحه احتمال تكون غلطه. نظرا للخرج ديال سعاد، نظرا للخرجات ديال القنوات اللي مع السريعه صرحوا بها البارح بصارح العباره، مي داك القنوات حنا مولفين الكذوب، عارفينهم كيكذبوا مره مره كيديروا. ولكن اخوتي قال لك خبر خبر بفلوس بكره يبقى بلاش، وحنا غنشوفوا حنا عساسين معكم، حنا غادي معكم بنيتنا ورا نيه الشرفه. والله يا الناموسه ولقاك كثر ديال التنازل، والله يا الناموسه هي الهبيله هي الطويله ولقاك درتي التنازل. واو 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 واش غندير لك؟ غير واحد القضيه، ما تجيوش تلوموني في التعاليق، ما تجيوش تلوموا انا ما غندويش. الا كان تنازل صح ما غنداك النهار دويت ندمتوني، انا ما غندوي ما غنتكلم، غنخليكم نتوما غندير لكم لايف ونخليكم تدويو. المهم اخوتي العزاز الا كان شي حاجه غنوي فيكم بها الله يدير لي التاول ديال الخير حتى اللي كاين. تحياتي لكم اخوتي العزاز، وبغيت نقول لك سعاد لا تنازلتي راك انت اللي خاسره في هذه القضيه، لانك انت رابحه السريعه وانت سيرتو في تجاره البشر، سيرتو في الشهر 8 شهور تحكمات سورسي وبزاف ديال الحوايج، وكاين شي كواليس غتشوفوا. غادي نبحث في الكواليس، شوف راه كاين المصادر ديالنا، حنا راه عندنا المصادر ديالنا الموثوقه اللي كيجيبوا الاخبار. الا ما جناش من طرف ديال سعاد كاين الطرف ديال السريعه كيجيب لنا الاخبار. كونوا هادين اخوتي، وانا هاد الخبر منين جاتني؟ انا نقول لكم الصراحه الاخبار جاتني من طرف ديال السريعه، من الجاسوس اللي مع السريعه النيز. والله اعلم اخوتي واش بغاو يكذبوا علينا باش حنا نمشيو في هذا السياق. الله اعلم، انا ما بغيتش ناكد لكم الخبر وما بغيتش نفيه باش تكونوا مستعدين للصدمه. بارد وسخون يا هواء، تحياتي لكم المهم ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله، تحياتي لكم.